اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الصحفيه اللي بنحلل فيها اهم وابرز المنشطات المتصدره للمشهد الصحفي. وبيسعدنا ويشرفنا ان ينضم الينا في الاستوديو الكاتب الصحفي استاذ سيد زهيري. استاذ سيد، بنرحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى اسره قناه ميسات وعلى المصريين، وكل سنه ومصر طيبة. أهلا بحضرتك وانت طيب. خلينا نروح يا أستاذ سيد لأول خبر أعتقد أنه متصدر المشهد الصحفي بشكل كبير، وهو المؤتمر الصحفي اللي كان امبارح انعقد بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين. والحقيقة أنه السيد الرئيس قال كلمة في منتهى الأهمية خاصة بفلسطين وما يحدث الآن بقطاع غزة. جزء من الكلمة هعرضه على حضرتك والسادة المشاهدين ونعقب بعده على هذا الكلام. نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم، إلى أنهم يتواجدون في أرضهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية. هي لحظة فارقة دون شك سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على انحياز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية. الحقيقة أستاذ سيد، السيد الرئيس أبرز نقاط عديدة جدا في القضية الفلسطينية، لكن الواضح أنه موقف مصر ثابت وواضح وراسخ من أول يوم من بداية الأزمة في قطاع غزة حتى الآن، لكن ماذا عن الموقف العربي؟ الحقيقة لو جينا الأول يعني نتكلم عن المشهد بشكل عام، إحنا دلوقتي من 7 أكتوبر لحد دلوقتي أعتقد المشهد بيتصاعد والإجرام بيتصاعد والإبادة بتتصاعد. إحنا واصلين لحوالي 100,000 بين شهيد وجريح، يعني حاجة أعتقد في أشرس الحروب على مستوى العالم ما حصلتش، وتحت أنظار العالم اللي إحنا قلنا قبل كده إن العدالة عنده عدالة عوراء وفي مكاييل كتير. إنما الموقف المصري أعتقد وكل شايف ده من أول ما بدأت أحداث غزة، والموقف المصري ثابت وواضح، رفض تصفية القضية الفلسطينية، رفض التهجير القسري، وكانت الزيارات اللي في أول الصراع اللي كان فيها ضغوط جامدة جدا على الإدارة المصرية سواء من أمريكا أو وكلاء أمريكا من الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وبريطانيا. حتى المواقف الأوروبية فيها على فكرة تغير، يعني المواقف الثابتة الموقف الأمريكي والموقف الألماني والبريطاني دول الدواعم الأساسية والرئيسية للكيان الصهيوني. الموقف المصري رافض، وكانت زيارات مكوكية كتيرة جدا لرئيس السيسي في المنطقة وزيارات الأشقاء العرب، ولكن برضو لازم نكون صرحاء، ضعف الموقف العربي وضعف الحالة العربية بعد الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي هو فاعل أساسي في المشهد، لأن لما بيكون عندك ظهير عربي وموقف عربي مشترك صلب أنت طبعا عندك يعني أظهرة دفاعية وتكتلات عسكرية خسرتها زي العراق وسوريا بعد الربيع العربي، ففضل الموقف العربي للدول اللي لسه متواجدة وتقدر تكون مؤثرة وخاصة دول الخليج وخاصة سلاح النفط وسلاح البترول. للأسف إحنا بقينا ننظر لحاجة جديدة اسمها الدولة الوطنية على حساب التعاون العربي المشترك. إحنا في ظرف شديد الخطورة وشديد الصعوبة، أعتقد من أخطر المراحل على منطقة الشرق الأوسط، ومصر في القلب من ده. صحيح. إذا لم يحدث إفاقة وإنعاش للموقف العربي فالمنطقة كلها في خطر، ومصر في القلب من ده، يعني مصر هي الضامن للأمن القومي العربي عمرها. مصر التضحيات اللي قدمتها من عشان القضية الفلسطينية تضحيات كبيرة جدا. ولو قرينا في الكلمة بتاعت الرئيس امبارح هو في المؤتمر الصحفي المشترك مع ملك البحرين هتلاقي اتكرر مصطلح أكتر من 5 مرات،
العمل العربي المشترك. صحيح. في الكلمة على مدار الكلمة في المؤتمر الصحفي قرر العمل العربي المشترك، ودي رسالة إن إحنا محتاجين بسرعة نرجع للعمل العربي المشترك والتنسيق العربي المشترك. ما يكفيش التصريحات، الأمن القومي العربي في خطر، وخاصة في مستجد حصل. إحنا كان في قواعد للاشتباك بين إيران وإسرائيل، وإحنا عارفين إن إيران يعني استراتيجية، يعني هي تحت الإدارة الاستراتيجية، القرار الإيراني تحت الإدارة الاستراتيجية للأمريكان، ما بتخرجش عن الإطار ده. ولكن حصل تغير بعد ضرب السفارة وإحساس إيران إن سيادتها. طيب خلينا نروح هنا أستاذ سيد لنقطة مهمة قوي، كويس إن حضرتك ذكرتها. شايف إنه العمليات الأخيرة لإيران حاجة من اتنين، يا إما كانت تمثيلية ومسرحية هزلية واضحة، إما كانت فعلا رد واضح من إيران. حضرتك مع أني مدرسة فيهم أو مع أني وجهة نظر؟ أنا لا مع إن هي رد واضح ولا مسرحية. هي قواعد اشتباك معروفة بين إسرائيل، وكانت قواعد يعني حروب باردة بالكلام والتصريحات، إنما وبالوكالة عن طريق أزرع إيران في المنطقة، وده تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية وموافقة عليه. صحيح، ماشي. ولكن الخطورة هنا، لا هو ما كانش مسرحية، وأنا كتبت ده ما كانش مسرحية هزلية زي ما راح البعض ليها. لا، اعتقادي إن هو حتى وإن لم تصب كل الصواريخ والمسيرات، مقصود إن هي متصيبش أصلا، هي بتضرب الضربة دي. يعني لازم نقرأ المشهد بالعمق بتاعه الاستراتيجي. أصل القراية السطحية للمشهد ممكن تقول إن هي مسرحية، ولو حللناها على إنها مسرحية هيبقى خطر علينا إحنا. يعني لو قرأناها استراتيجيا والمحللين قرأوا على إنها مسرحية خطر علينا، لأن توابعها على فكرة، أنت ممكن تبدأ الحرب أو ممكن تبدأ الصراع، بس ما تقدرش تملك، يعني اللي بدأ الصراع ما يقدرش يملك توقيت إنهائه ولا خسائره ومكاسبه. طبعا. فهو إيران، ويعني إذا كنا حتى بنقول إن إيران تحت العباءة الأمريكية، بس هي عدو رئيس، في عداوة رئيسية بينها وبين، لأن إسرائيل عايزة تكون الدولة النووية الوحيدة في المنطقة، وإيران بتصارعها في القصة دي، وإسرائيل برة قصة القانون الدولي في قصة الشغل النووي بتاعها. وده إن دل على شيء فيدل إنه مش هيحصل أي، لا إيران بتضرب تطبيع، عشان ما نقولش إن هي مسرحية هزلية، إيران بتضرب وعارفة إن هي ما تصيبش، لأن هي مش عايزة الموضوع يوصل، هي بتهدد يوصل. مش بتضرب، تهديد. رسالة إن أنا قادرة، هي قالت ده، وقالت إن أنا مخططة ومدروس، وكل اللي حصل ده أنا دارسة وعارفة، لأن طلع مسيرات، وعارفة إن المسيرات دي هتصطاد في الخليج أو هتصطاد قبل ما توصل. طيب خلينا نستكمل الحديث عن فلسطين، لكن هناخد خبر الأول محلي عن رئيس الوزراء، ونستكمل أيضا حديثنا عن فلسطين فيما بعد. من المصري اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. أستاذ سيد، الحقيقة احنا شايفين في الفترة الأخيرة اهتمام واضح وكبير من جانب الدولة المصرية بالمزارع المصري وبعملية الرقعة الزراعية، وأيضا الاهتمام بفكرة تصدير منتج مصري يدل على إنتاج حقيقي في مميزات كتير جدا عن غيره من المحاصيل الزراعية التانية. ففي الحقيقة اهتمام كبير جدا من جانب الدولة المصرية بالرقعة الزراعية بشكل عام. وجهة نظر حضرتك، إيه اللي المفروض يحصل للمزارع الفترة اللي جاية عشان يحصل على مميزات تساعده أنه ينتج محصول زراعي يليق باسم مصر؟ والله ده خبر، يعني خبر مهم جدا في الإطار المحلي، وخبر نقراه في إطاره العام، إن إحنا كنا بنقوله وبنشتكي إن الحكومة مش يعني لازم يكون في عمل على الأرض، وخاصة في أزمات الدولارية اللي حصلت وأسعار الصرف والأزمات الموجودة والتصدير والاستيراد المصري. فأنت يعني لسه قارين إن في تحسن في أسعار الدقيق والكلام ده، ففي حاجة تبشر بأن الحكومة في تحرك ما إن إحنا نسيطر على السوق،
على السوق المحلي. والتحركات بتجيب نتائج. والتحركات بتجيب نتائج، وبدليل ان احنا بدأنا نسمع عن تخفيض اسعار فعلي. ماشي، احنا حتى ده يبشر بالخير في اطار حتى ما هو مزمع في تعديلات وزارية ومحافظين والادارة المحلية. الخبر المزارع المصري احنا بنقول حتى لو احنا رحنا للبريكس ورحنا لكذا ورحنا لكذا لن تنجو مصر الا بالانتاج، لان انت ما تقدرش تكون مسيطر وقوتك حتى هي القوة الداخلية أو الجبهة الداخلية دي كل ما كانت قوية كل ما كنت قوي في دبلوماسياتك الخارجية وسياستك الخارجية. فأنت محتاج المزارع المصري والزراعة المصرية هي أساس الصناعة أصلا. يعني لو مورد طبيعي عندك وانت عندك أرض خصبة جدا والرئيس من أول ما جه وفي زيادة في زيادة للرقعة الزراعية، الرقعة الزراعية بتستدعي أن انت تعمل، وفي حتى انت بتتجه الدولة بتتجه لأساليب الري والزراعة الحديثة. عملت السنة اللي فاتت وفتحت مجمع الأسمدة اللي في العين السخنة، وده مجمع بيزود الإنتاج بحوالي 900 ألف طن. أنت في الأسمدة أنت بتصدر، يعني أنت عندك فائض تصدير يمكن أكتر من 50% من إنتاجك. المزارع المصري لابد من دعمه، ولابد من دعمه من خلال الدولة بتدعمه من خلال الأسمدة والمبيدات اللي المزارع بيحتاجها، ومن خلال الإرشادات اللي تقدر تحسن له المنتج الزراعي بتاعه. أنت عندك زيازة، عندك الدلتا الجديدة، وعندك سينا، وعندك توشكا. فكل ده محتاج أن أنت تزود إنتاجك من الأسمدة وتزود كمية الوعي والإرشاد للمزارع المصري وتحسس أن الدولة معاه. فأنت القصة بتاعت امبارح قصة مهمة جدا في إطار دعم الفلاح المصري، في إطار دعم الزراعة المصرية، ان انت تقدر يكون عندك حتى فائض من محصولاتك الزراعية تقدر تصدرها. فتقدر يبقى عندك قناة جديدة للعملة الدولارية. صحيح. للدولار، فتقدر تحل أزمات كتير جدا من خلال الاتجاه ده. طيب خلينا ننتقل بقى مع حضرتك ونرجع تاني للقضية الفلسطينية. من اليوم السابع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة. عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، ودعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقفا موحدا ومغايرا لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه إخواننا في غزة. أستاذ سيد، بعد كل هذه المحاولات والجهود متى ستتوقف هذه الحرب؟ ده السؤال الأبرز والأهم الآن. تتوقف هذه الحرب؟ أنت للأسف أنت عندك عوامل كتير جدا مؤثرة على استمرار الحرب. أولا الشطط والجنون لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعدم يعني إذا كنا بنقول مهما حصل ومهما كان الشطط الإسرائيلي شايفين الدعم الثابت من الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، وحتى بيشاع أن نتنياهو بيخرج عن السيطرة ومش بيستمع، لا أعتقد كله في الإطار في مخطط عام من بعد الربيع العربي لتقسيم الشرق الأوسط. وعشان كده بنقول إن العمل العربي المشترك وتوحيد القرار العربي هو ده الحل الوحيد، هو ده يعني الضامن الوحيد لإنقاذ المنطقة من أعتقد أخطر صراع مر في تاريخ المنطقة. أنت دلوقتي أنت بقالك أكتر من سنة والدم العربي بيسال بدبابات وطيارات، الصمود أهل غزة يعني هو العلامة الفارقة في الموضوع كله. إنما دون دعم حقيقي، يعني الدعم الحقيقي ما يجيش إلا بتعاون عربي حقيقي، بقرار عربي حقيقي يكون مؤثر، لأن هي القصة نفوذ، بدايتها نفوذ على الصراع العالمي. أنت في مصالح لدول الكبرى، أوكرانيا الوقت أنت ما بقتش تسمع عنها، إحنا عندنا مشاكل في السودان، يعني السودان فيها مشاكل جامدة جدا ولسه لحد الوقت فيه تهجير، ومصر بتستقبل كل يوم من أعداد كبيرة جدا من الأشقاء السودانيين. ولكن الغزة للأهمية الاستراتيجية وخطورة غزة على الأمن القومي العربي هي اللي واخدة الصبوت الكبير. ف
فهو شطط نتنياهو، اعتقد ان ملوش حدود، هتنتهي القضية. هو عايز يحقق أهداف كتير قوي من فإحنا نتمنى أن يحدث تكاتف عربي، قرار عربي موحد، استغلال القوى العربية. حتى احنا قلنا في حرب 73 كنا استغلنا سلاح النفط، صحيح. لو مش قادرين نظهر حتى للعالم ان احنا عندنا قرار عربي مشترك، اللي انت بتلعب، انت عندك توازن، يعني الصين وروسيا وامريكا بيتصارعوا على قيادة العالم، فانت ممكن تستغل ده. واحنا مصر على فكرة، مصر بتعدد مصالحها مع الدول الكبرى، واحنا شفنا تقدر تعمل ده بسهولة، تقدر تعمل ده وتقدر تبقى داعم للقرار. يعني هي مصر الضامن اصلا عمرها. لكن برضه يا استاذ سيد، مصر لوحدها مش، يعني الموضوع هيبقى صعب انه مصر لوحدها. الاتحاد مع روسيا والاتحاد مع بلاد كتير ممكن يكون يجيب فايدة اكيد، لكن مصر لوحدها غير الاتحاد العربي باكمله. ما هو ده اللي احنا بنقول فيه. احنا بنقول انت عارف، اكلت يوم اكل الثور الابيض، هي اسرائيل او الامريكان عايزين موضوع التهام الذهاب المنفرد. عشان كده هو بيحاول يحيدوا ايران. ليه؟ هو عايز يخلص في موضوع غزة الاول، لأنه هو مش عايز يفتح الصراع. إسرائيل بان ضعفها جدا، إسرائيل تقدر تضرب بطيارات وصواريخ، إنما في الاشتباك المباشر مشكلة، ما عندهاش القدرة على ده، وبانت في أكتر من اختبار، واختبارات يعني كانت فضيحة جدا للقوة المزعومة للكيان الصهيوني. فهو بيحاول يحيد إيران، لأن إيران لو دخلت في الصراع هتفشل المخطط. هو مش حبا في ان، عشان كده اسرائيل ما ردتش لحد دلوقتي على ايران. اسرائيل والضغط، يعني رغم ان هم دواعم اساسيه، رئيس وزراء البريطاني ورئيس لما كانوا في زياره، لو احنا كنا نتكلم في ده، ورئيس وزراء رئيسه وزراء المانيا، رغم انهم الدواعم الرئيسيه للكيان الصهيوني بعد امريكا، الا انهم جايين يعني يحاولوا يحددوا الرد الاسرائيلي على الضربه الايرانيه. مش عايزين الصراع يوصل. هي كانت حكاية الوكالة والحوثيين وحزب الله، ده مقبول في إطار قواعد الاشتباك اللي احنا بنقول عليها، إنما وبيخدم الخطة بشكل أو الصراع لو حصل ضرب هيبقى أعتقد ممكن نتحول لحرب عالمية طبعا. فهم مش عايزين الأمور توصل لكده، عشان يتنفذ المخطط اللي هم بيسعوله، إن هو واحدة واحدة يوصل للشرق الأوسط الجديد اللي هو عايزه. إن شاء الله ده مش هيحصل بإذن الله. طيب نروح لآخر خبر معنا النهاردة يا أستاذ سيد، من اليوم السابع، خبر أنا بشوفه في غاية الخطورة والأهمية ووراء حاجات كتير محتاجين حضرتك تشرحها لنا. بوتين في تصريح ليه بيقول خطر تفشي الأوبئة الجديدة لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة للمشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الإفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية المنعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، إن خطر تفشي الأوبئة الجديدة لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا، وإن موسكو منفتحة على التعاون في مجال الرعاية الصحية. إيه دلالة هذه التصريحات الخطيرة من الرئيس الروسي؟ هو ده بقى يقول لك إيه، تقرأ ما وراء الخبر بالضبط. يعني ما وراء الخبر هنا، لأن بوتين يعني مش هيبقى هو اللي عايز يحافظ على المواطن الأفريقي من الأوبئة والحاجات المعدية، لا. القصة زي ما احنا كنا بنتكلم لسه في الخبر اللي فات، قصة صراع على النفوذ والسيطرة، وفي الإطار ده كل واحد بيحاول يستقطب. انت بعد الثورات الصناعية الكبرى في الغرب وفي أمريكا استهلكت الموارد الطبيعية، بقت اللي لسه بكر في مواردها الطبيعية وفي كنوزها التعدينية أفريقيا. ففي صراع خافي غير صراع الشرق على الأوسط، قيادة أفريقيا، على السيطرة على أفريقيا. الصين عملت ده، الصين أعتقد استعمرت اقتصاديا معظم دول أفريقيا بالدين، صحيح. بوتين هو دايما بيروح للزعامة وبيحاول عاطفيا يستقطب الشعوب الأفريقية، فقصة الأوبئة وقصة أن أنا معاكو ودعم ليكو، وهو موجود عامة في أفريقيا، فكل ده في إطار المشهد العام للصراع على ثروات أفريقيا. كل واحد بيحاول يسيطر من وجهة نظره على ثروات أفريقيا. أنت الصين بتعمل مثلا اللي هي طريق الحرير،
وفي مقاومة جامدة جدا من الأمريكان والصهاينة لمشروع طريق الحرير، لأنه هيكون مشروع مضاد للمخطط الأمريكي. صحيح. فأنت إحنا هي القصة إن الناس كلها بتلعب على ملعبنا وإحنا مش موجودين، إحنا قاعدين بنتفرج. ده الخطورة، إن أنت حتى بقيت متفرج خانع وخاضع للمشاهدة، أنت عمال تنقد بس، يعني عمال تقول أنا شايف كذا، الكرة الحلوة والكرة الوحشة. أنت فين؟ أنت في أشد مراحل الخطورة على المنطقة. صحيح. إذا لم يحصل زي ما بقول إنعاش وإفاقة للموقف العربي المشترك، المنطقة كلها في خطر. وده أعتقد الزيارات اللي بتحصل من الإدارة المصرية أو الاتصالات اللي بتحصل عربيا أو حتى إقليميا لدول المنطقة، ده في إطار الحفاظ على الأمن القومي للمنطقة كلها والأمن القومي العربي. فإحنا نتمنى إن شاء الله إن ننجو من الخطر ده، ولكن هننجو مش هننجو بالدعاء، هننجو بعمل حقيقي وبمواقف حقيقية. صحيح. استغلال الأوراق اللي في إيدينا، أكيد يعني أكيد إحنا في إيدينا أوراق نقدر نستغلها. صح. بس ده يحتاج تكاتف عربي، لأن بدل ما دولة هتروح ولا دولة زي ما حصل في الربيع العربي، وإنت راح أهم جيشين في المنطقة، وده اللي خلانا في موقف هش. ماشي. العراق وسوريا. فأنت في موقف هش، فمحتاج ما بقي من القرار العربي يكون موحد. صحيح. أستاذ سيد، إحنا الحقيقة سعدنا جدا 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 بلقاء حضرتك. تحليلات حضرتك ووجهة نظرك ورؤيتك للمشهد ورؤيتك للواقع في غاية الأهمية، وبجد التحليل كان مفصل وشامل وادلنا فكرة أكثر عمقا للواقع، فبنشكر حضرتك جدا جدا على تحليلات حضرتك ووجود حضرتك معنا. أنا اللي بسعد جدا وبشكركم، وبسعد وبشرف إن أنا دايما ببقى موجود معك، و دايما إن شاء الله مصر بخير، وكل الله. سنة وكل المصريين بألف خير إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا أستاذ سيد زهيري الكاتب الصحفي، وبنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة. دي كانت الفقرة الثانية، الفقرة الصحفية اللي حللنا فيها أبرز المنشطات اللي كانت موجودة في الصحافة المصرية. هنطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستقبل فقرتنا الثالثة والأخيرة اللي هنتكلم فيها عن القلق والتوتر اللي بيجي لنا خصوصا في هذه الأيام مع قرب الامتحانات ونهاية الفصل الدراسي الثاني. الحقيقة يعني فقرة في غاية الأهمية، وهنتكلم فيها بشكل مفصل جدا إزاي نتعامل مع طلابنا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا.